اختلف مع صديق له في مباراة كرة قدم وقال له إن لعبت معه كرة قدم في أي ملعب فزوجتي طلقانة طالق، فهل لو لعبت معه يقع الطلاق؟ قال عدد كبير من العلماء بأنك إذا لعبت معه تقع تطليقة، إلا أن من أهل العلم وهم قلة يقولون إن كفرت عن يمينك ورجعت لا تقع، والله أعلم. الاحتياط البعد.